كنطلبوا هاد المرشحين ديالكم ديال المنطقه ديالكم. كنطلبوا الحزاني نجح ويدير لنا الشافي ويدير لنا الماء ويدير لنا ديال الطبيب ويدير لنا كل شيء. حنا حالتنا من جهه الطبيب من جهه الماء من جهه مكرصه. شو اسمه المنطقه ديالكم؟ يوسف عين بلبل. ولاد اش؟ ولاد يوسف عين بلبل. ولاد يوسف عين بلبل. الشانطي والشانطي والماء وكل شيء. حنا كمان ما خصناش الشانطي خصنا اي حاجه من جهه الطبيب. حنا ضايعين توك التقطعين. كنحسن في الحي ما تكونش عندنا حياتنا ما عندنا حتى شي نتيجه. ولادنا مكرصه ما عندناش حياتنا. كيف كيبيعها؟ كيبيعها فيها كل حنا بغينا اللي يكون معنا واقف. حنا واقف حنا الحزب المرشح ديال الحزب. هاي المرشح ديال العام الاول جاب المعوينه وباعها وخلانا بالجوع. ما كيعطينا حتى حاجه. لا طبيب لا طبيب لا شافي حالتنا لا دواء. باعوها باعوها ولا طبيب لا دواء لا حتى حاجه. حنا اللي عيطنا هو ديالنا. اللهم يسر لنا. اللي عينا الشافي هو ديالنا واللي عيدنا الطبيب. الاهم 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 لالا هو انكم تصوتوا. هو انكم تصوتوا. حنا باقيين حنا معاه تنموتوا ولكن يديروا لنا علاش. الله ما يسر. محمد من الجماعة السلالية كنهضر معاك. حنا ما عندناش النقل المدرسي والشانطي عندنا خاسر وعندنا الواد ما مركوش ديال الجماعة الفلاحية وحنا في الضياع. كنا من المنطقة ديال البحارة كاملا حنا في الضياع. كيجيو عندنا كيقولنا صوتوا علينا كنصوتوا عليهم كيدخلوا بحالهم ما كاينش اللي كيدافع علينا. بالكل صوتنا البهراوي ما دافعش علينا. اي واحد ما كيدافعش علينا. حنا محروم هاد الكلام. بغينا الحق المحمد السادس وتحيا الجلاله المغربيه ويحيا كلام محمد السادس. معكم عبد الصمد الشبوك. حنا بغينا نصوتوا بغينا هاد التصويت هذا بغيناه يكون مغرب جديد ماشي بحال الانتخابات اللي فاتت. حيت شحال من عام ما كاين والو. بغينا هاد العام ان شاء الله نصوتوا ونشوفوا شي حاجه جديده وهاد الشباب اللي قاعد كيضيع بغينا شي حاجه تكون استفاده استافدوا كلشي استافد معانا. احنا بحاره ولاد عياد جماعه بحاره ولاد عياد اقليم قنيطره. إيه احنا من الناس اللي كيبغيو التغيير والناس اللي كيبغيو نزيدوا ان شاء الله القدام وكنبغيو ان شاء الله الاستفاده ديال مصلحه عامه ماشي مصالح خاصه. وكنتمنوا هاد الانتخابات تمر على خير وبخير وتكون فيها شي نتيجه احسن من هذيك اللي فاتت. وهذا الشيء اللي كنت انت كتامن بالتغيير وكتامن انك باغي تمشي تصوت. من طبيعه الحال لان الدستور كيقر على التغيير والمواطن كيقول التغيير خاصو يكون. هاد الشيء اللي كاين. حنا وراء جلاله الملك ووراء الانتخابات اللي كتكون شفافه ونزيهه وعندها واحد المستقبل ان شاء الله في الامان. هاد الشيء اللي كنتمنى. اشرف المرسلين. كوني انا الاسم ديالي الشارف خالد. مرشح في حزب فيدرالي في اليسار. البرنامج ديالي هو من اجل النهوض للعالم القروي. المشاكل اللي كنا كنعيشوها ومازال كنعيشوها هي اللي خلاتني باش نترشح في هذه الولايه المستقبليه ان شاء الله بحول الله. وكنتمنى النجاح. انني عشت دراسه هنايا شويه الحاله ديالها مزريه. واللي هو اللي خلاني باش نترشح لان كنعيشوا بزاف المشاكل منها التمدرس منها البطاله منها عدم انشاء نوادي نسويه او رجاليه عدم مرافق مثلا كملاعب كرة القدم. ما عندناش السبيطار ديال الولادة وما عندناش طبيب ما عندنا الصيدلة ما عندنا حتى شي حاجة هنا. وهذا هو اللي خلاني انا باش ناخذ هذه المبادرة باش نعاون هذا الحي هذا الدوار ديالي اللي هو الاسم ديالو دوار البحارة ولاد عياد جماعة وقيادة البحارة ولاد عياد. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون عن حسن الظن ديالهم ونتعاون معاهم. هذه هي النتيجة وهذه هي اللي خلتني باش ناخذ هذه المبادرة. والسلام عليكم.